يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح نكمل سلسلة مراجعاتي بموضوع جديد كليا، يعني غير عن المواضيع اللي أخذناها، لأن هو يعني مرتبط فيهن، بس إنه الموضوع هسه بنبلش مادة الفهم أو مادة يعني المادة اللي بدها حل، وهي بصراحة أنا يعني بحب هاي المادة يعني لأنها بعيدة عن إنه شغلة الحفظ وممكن يكون فيها مثلا ملل، لا هاي المادة كثير يعني تطبيقية وبدك يعني تحل بإيدك، ويعني مش كثير صعبة وسهلة، يعني مين ومود وأشياء هاي. إن شاء الله يعني راح أشرح لكم إياها ويوصلكم يعني الشرح بأسهل طريقة اللي تفهموا عليه فيها إن شاء الله. طبعا الفيديوهين اللي قبل أنا نزلتهم كانوا شفتهم يمكن يكونوا شوي طوال، بس أنا والله يعني حاولت أني أعطي كل اللي عندي، أو يعني ما أبخل عليكم معلومة عندي، عشان هيك يعني ممكن كنت أعيد مثلا حتى المعلومة أكثر من مرة، فيمكن طولت عليكم فيها، بس المهم يعني بالأخير تكون واصلكم المعلومة وفاهمينها إن شاء الله. يعني أنا جبت المعلومة بأكثر من طريقة أو أكثر من اتجاه، بحيث بالأخير إنه يوصل لكل الفكرة أو المعلومة اللي أنا بدي أوصل لها. اليوم الديسكريبتيف ستاتستيك هي ستاتستيك وصفية من اسمها ديسكريبتيف، يعني أنا قاعد بوصف الفاليو عندك. يعني هسا في احنا قلنا الداتا هي عبارة عن مجموعة من فاليو، تمام؟ أنا بدي أعطي ديسكريبتيف للفاليو جوا الداتا هاي. وصف لإيش؟ لشيئين، اللي هم أول وصف بدي أعطيهم إنه هاو لارج الداتا هاي أو الفاليو عندك، هاو لارج أر ذي، قديش هي كبيرة، يعني الفاليو هاي هي قديش هي كبيرة وقديش هي ولا أو صغيرة، فهمت كيف؟ يعني هي بحكي لك indicator for central tendency. central tendency هي معناها النزعة المركزية، يعني وين الداتا هاي أو الفاليو تتجمع، وين الكلاستر يعني تتجمع عند مثلا حوالين فاليو معين. اوكي، هسا الداتا هاي او الفاليو هاي كل ما كانت كبيرة، اوكي مثلا كانت كبيرة راح يكون المين لها اكيد راح يكون كبير، لانه المين بالاخير هو الافريج، يعني هو مجموعهم على عددهم، بالتالي هو مقياس سنترال تندنسي، هو المقياس للفاليو هاو لارج ار ذي، قديش هي كبيرة، بالاعتماد على مصطلحات السنترال تندنسي هي المود المين والميديان، راح نمرق عليهم كاملين. ثاني إشي بدي أعطي ديسكريبتيف أو ديسكريبتيف ل هاو فاريبل ار ذي، يعني قديش الفاليو جوا الداتا هاي قديش هي بعيدة عن بعضها. أوكي، عكس الأول قلنا أول قديش هي كلاستر قريب من بعض، أوكي، وقديش الفاليو هي يعني كبيرة أو الفاليو مثلا صغيرة، فهي مقياس هاو لارج ار ذي. بس الثانية هاو فاريبل ار ذي، قديش هي بعيدة الفاليو عن بعضها البعض، وهي indicator of dispersion، يعني معروف dispersion هو ال يعني dispersion الانتشار. أوكي، قديش يعني الفاليو بعيدة عن بعضها البعض، يعني عكس السنترال تندنسي تماما. أوكي، يعني indicator dispersion قديش الفاليو عندك هي زي ما بتحكي الفاليو متناثرة بكل وحدة بجهة مثلا أو بعيدة عن بعضها، فبالأخير هي عكس السنترال تندنسي. راح ندخل بأول سنترال أو أول مقياس للسنترال تندنسي، النزعة المركزية المود اللي هي المين. أشهر إشي الماست كمان سنترال تندنسي، أوكي، إنديكيتر للسنترال تندنسي هي إيش؟ هو المين. شو يعني المين؟ المين نعرف كنا المين الأفرج هو مجموع الأعداد عندك على عدد، هذا يعني سمبل. أوكي، عندك مثلا مجموعة A 6A، معطيك مجموعة من الأرقام 84 85 89 89 93 94، كيفك تحسب المين إلها؟ مجموعهن على عددهن كم؟ 2 3 4 6 على 6، فبتحسب المين. هسا شوف انت قاعد لما تشوف الأرقام هاي 84 85 بتشوفها تقريبا هي قريبة من بعضها، تمام؟ بالأخير راح تسوي كلاستر حوالين قيمة، هاي القيمة هي الأفرج. أوكي، كيف يعني الأفرج؟ يعني القيم اللي بعديها والقيم اللي قبليها كثير قريبة منها، فهي بتمثل الأفرج للفاليو اللي عندك. بينما
مثلا لو رحنا للست للمجموعة الثانية، شوف في فرق 72 82 89 96 بعدين 106. فأنت بتلاحظ إن أو وين تعتقد إنه المين أكبر، بالمجموعة الأولى والمجموعة الثانية؟ أكيد راح يكون بالمجموعة الثانية، لأنه الفاليو في المجموعة بي الفاليو هي larger than الفاليو الموجودة في المجموعة إيش؟ في المجموعة الأولى. وهي مور يعني المجموعة الثانية منها أكيد يعني منها المين إلها راح يكون أكبر، أوكي، متباعدة عن بعض البعض، وبالتالي هي dispersion إلها أكثر أكيد راح يكون. هسه بشكل عام الانديكيتر السنترال تندنسي هي بتوصف، هي انديكيت الافريج فاليو اراوند ويتش ذا داتا ار كلاستر، وين الداتا بتتجمع، اوكي، بناخذ اخر شيء الافريج فاليو، الفاليو اللي هي المتوسطه بين تو كلاستر بعد والقبل، اوكي، وهي الفاليو بتعبر عن القيم اللي عندها قديش هي كبيره او قديش هي مثلا صغيره. أول إيش راح ندخل بالمين، كون المين هو نفسه الأفريج، أوكي، بدنا نعرف المين هو كيف قانونه، مجموع هي مجموع هايو مين للبابوليشن، وفي عندك مين للسامبل. المين للبابوليشن نسميه نيو، أوكي، هو مجموع الأحداث اللي عندك أو مجموع اللي الفاليو عندك على عدد الفاليو، أوكي. في المين في السامبل نسميها إكس بار أو الإكس اللي فوقها شحطة، هاي نفس الإشي للسامبل، مجموع القيم على N، أوكي، وهنا بنعرف شو فرق بين السامبل بابوليشن. هسا بدنا نأخذ مثال مثلا على المين. أول مثال على المين معطيك أنا مثلا مثال، في عندك 10 باتشز، أوكي، 10 باتشز بدنا احنا نحللها ونطلع البوتنسي لها. شو هو البوتنسي؟ هو بدنا نحسب مدى فعالية اللقاح معين، اوكي، جبنا منه 10 جرعات من اللقاح هذا، بدنا نشوف الفعالية تبعته، اوكي. طب كيف بدنا نشوف الفعالية تبعته؟ قال بدنا نحسب المين او الافريج للقيم اللي بتطلع معنا، اوكي، البوتنسي الفعاليات اللي بتطلع معنا ونحسب الافريج. عندك القيم هان 10 قيم، هي 10 قيم لعشرة باتشز، اوكي، طلعت عندك القيم هاي. شوف انت ملاحظ ان القيم كثير قريبة من بعض، تحسها يعني مش كثير متباعدة عن بعض، وهذا اللي بيخلينا نستخدم المين مش الميديان مش المود. يعني راح نمر كمان شوية على الميديان والمود والمين ونفرق من ناحية يعني السؤال اللي بعطيك اياه، يا تو انسب استخدم له مين ولا مود ولا ايش ولا ميديان، كلهن السنترال تندنسي، لكن في بعض الحالات ممكن يكون مثلا تستخدم فيها المين يعطيك نتيجة غلط او النتيجة اللي انت ما بدك اياها. بينما بس اذا هنا يعني القيم كثير قريب من بعض، بالتالي انا يعني المين اوكي بستخدمه. في عندك مجموعة من القيم 10، بتجمعهم كلهم وبعدين تقسمهم على ايش، على عددهم، طلع عندك المين 99.15. وهذا المين، هذا الحسابي المتعارف عليه بيناتنا، يعني شو مسميه؟ مسميه أرثمتك مين، هو المين الحسابي، هو المين المتعارف عليه، هو المين الأكثر مشهور. في عندك نوعين من مين ثانيات، جيومتريك مين وهارمونيك مين. شو يعني جيومتريك مين؟ جيومتريك مين احنا بنستخدمه لإيش؟ هاي الجيومتريك مين، جيومتريك مين احنا بنستخدمه مثلا بحالات البيو اكوفيلنس. في عندك مثلا بالفعالية، فعالية مثلا دراج جوا مثلا جسمك، اوكي، بدنا نحسب مثلا فعالية مدى فعالية البيو كيميكال او البيولوجيكال مولكيول جوا جسمك، اوكي، ونسوي عليها دراسة. بالغالب احنا بنسوي دراسة للكونسنتريشن مثلا المولكيول جوا الدراج او جوا جسمك. فبالغالب احنا بناخذ لوغاريتم مثلا الكونسنتريشن ماكس. فالجيومتريك مين هي مرتبطه بايش؟ باللوغاريتميك ريليشن شيب. احنا حتى بالقانون ها بدخل ايش؟ بدخل اللوغاريتم والقانون تبعها. شو بيختلف عن الارثمتيك مين؟ مثلا معطيك اكزامبل، في عندك 5 و100 و200، عندك ثلاث قيم، اوكي، بدك تحسب لها جيومتريك مين. كيف بدك تبلش بالقانون؟ هو قانونها بساوي انتي لوج
اوكي، بتفتح قوس لوغاريتم مجموع اللوغاريتمات لمجموع الفاليو اللي عندك على عددها. عددها ما له لوغاريتم، اللوغاريتم بس. اوكي، اللوغاريتم بس للاكس. اوكي، اللي هو بالقانون فوق شو هو قلنا، هيها نيو بساوي اكس على ايش؟ مجموع اكس على ان. هي الاكس هي مجموع اللوغاريتم، بس انا شو راح يكون مجموع الانتي لوج ل مجموع لوغاريتمات للإكسات كاملة على إيش؟ على ان. وهنا سووها هاي جيومتريك مين، انتي لوج للوغاريتم من 50 زائد لوغاريتم من 100 لوغاريتم من 200 على 3، بتطلع القيمة اللي عندك. بعد ما تطلع القيمة اللي عندك بتاخذها الانتي لوج، طلع عندك 100. بس بينما لو اخذ مثلا ارثمتك مين، المين الحسابي اللي هو اللي احنا المتعارف عليه، اللي هو مجموع القيم على عددها 5 و100 و200 قسمنا على 3، بطلع عندك 116.67. يعني في شوية اختلاف. قلنا الجيومتريك مين بيستخدم مثلا بحالات البايو اكوفالنس. بايو اكوفالنس ايش؟ ستادي. زائد احنا مثلا لما اسوي فريكوانسي ديستريبيوشن على شكل سكويد. اوكي، سكيو. سكيو هي بيمثل قديش هي مثلا القيم، اول اشي مثلا كانت صغيره، بعدين مثلا قيم صارت تكبر شوي شوي، هذا بكون بوزيتيف سكيو. وفي عندك نيجاتيف سكيو. هاي الاشياء كمان شوي راح نيجي عليها واشرحها ان شاء الله. نرجع للجيومتريك مين، بدنا نشيك كان اذا في اشي. كله حكينا اللي هو انتي لوج اوف ذا افريج للوغاريتمات كامله، او لوغاريتمات الاوبزرفيشن ايش اللي عندك. هاي اللي حكيت لك انه النيجاتيف سكيو والبوزيتيف سكيو. اوكي، وفي عندك سيمتريكال ايش، سيمتريكال سكيو. هسه الارثمتك مين، المين الحسابي هو بيمثل نقطه البالانس. اوكي، البالانس بوينت اوف ديستريبيوشن. كيف يعني بالانس بوينت؟ يعني انت ستخيل حالك بين يعني بالنص جاي. اوكي، يمينك في عندك كلاستر تجمع، ويسارك في عندك تجمع. اوكي، مين نقطة البالانس للتجمعين؟ هو انت. وهي هي الارثمتك مين، هي نقطة البالانس، الفاليو اللي بتكون نقطة بالانس بتوين تو كلاستر، بعديها وقبليها. اوكي، هي بتمثل او بتعطي مؤشرات على مدى يعني الفاليو قديش هي كبيرة، هاو لارج ذا فاليو. اوكي، هسا شو بتختلف النيجاتيف سكيو عن البوزيتيف سكيو؟ البوزيتيف سكيو هاي شايفة بتكون التيل تبعها لايش؟ باتجاه اليمين. والنيجاتيف سكيو بكون التيل تبعها اتجاه ايش؟ اليسار. شو بختلف؟ طيب البوزيتيف سكيو بكون فيها القيم قاعدة تكبر شوي شوي، يعني انت مثلا بتبلش من قيمة 2 4 6، بعدين شوي ونطت مثلا ل 800. اوكي، طب 800 وين؟ 800 وين القيم اللي انا بلشت فيهن؟ فبالتالي هي بوزيتيف سكيو، قاعد القيم تطلع. اوكي، بتصير لارج، يعني صار في عندك فجأة هيك فجوة من القيم، كانت صغيرة وفجأة صارت تكبر. فإذا بهاي الحالة بكون شايف الخط النازل هذا بالبوزيتيف سكيو، برسمة البوزيتيف سكيو الخط اللي نازل لتحت هذا بمثل المين. اوكي، بمثل المين. مثلا اللي بالنص سيمتريكال، كيف انا سيمتريكال؟ كيف بدنا نحصل على ديستريبيوشن يكون سيمتريكال، يعني متماثل، يكون المين يعني جاي ايش؟ هو البيك نفسه. كمان شوي يعني راح افصلها اكثر، لانه البيك بكون معناته مود، وسيمتريكال بكون المين يساوي المود زائد، او المين يساوي المود ويساوي الميديان. يعني راح اتركها لاخر اشي، يعني راح نشرحها كاملات. هسه الارثمتك مين لها بروبرتي، شو البروبرتي اللي لها، خصائصها؟ اول شيء يونيكنس. كيف يعني يونيكنس؟ يعني مستحيل تلاقي تو مين للداتا عندك، خلص داتا لها مين واحد، ما في لها تو مين. اوكي، دائما وابدا only one mean to ايش؟ to set of data. simplicity، السهولة، يعني انك انت تقدر على طول تفهمها وتحسبها بكل سهولة، مجموعهم على عددهم، يعني سهلة كثير. لكن سيئتها انها not robust to extreme value، مش زي ما تقول مقاومة، ما بتقاوم الفاليو. extreme value هي الفاليو الغريبة، يعني زي ما قلت شوي حكيت لك 2 4 6 800. 800 هاي فاليو غريبه. طب انا لما بدي احسب مثلا المين هان، اوكي، هل بعطيك المين اللي انا بدك، اللي انت بدك اياه، او المين الفعلي او الصحيح؟
في عندك غلط، يعني 2 4 6 بعدين صارت مثلا 800. انت لما تحسب بالمين بده يطلع مثلا بال200. اوكي طيب المين بال200، طيب حكينا المين لازم يكون تو كلاستر قبليه وبعديه يكونوا قريبين من بعض. اوكي طب مثلا طلع 200، لا هي قريبه لل80 ولا هي قريبه لل2 4 6، بالتالي في عندك غلط او في عندك يعني اشي غلط، اشي يعني مش مفهوم. بالتالي هي سيئتها انها نت روبست تو اكستريم فاليو. اذا عندك اكستريم فاليو بتخرب الشغل كله، ما بنستخدم المين، بنستخدم اشياء ثانيه. يعني بعدين كمان شوي راح نمرق عليها، اللي هي الميديان او مثلا المود. تمام، معطيك مثال هنا 5 10 15 مين 10. اوكي يعني القيم قريبة من بعضها مقبولة، بينما بالثانية 5 10 150، شايف 150 صارت المين كبرت، بدل 15 صار 150، شوف بدل المين صارت كانت 10 صارت 55، شوف قديش هي بعيدة عن 10، قديش بعيدة عن 5، قديش بعيدة عن 150. بالتالي هنا المين فيها يعني إشي غير مقبول. النوع الثالث من المين هو هارمونيك مين. هارمونيك مين هو بنستخدمه في الريكي وبروكال ترانسفورميشن، يعني نفس المين العادي بس ايش بتقلبه، تقلب البسط مقام والمقام بسط بس، والزائد اللي هي مجموع القيم بصير مجموع الواحد على القيمة، واحد على القيمة الأولى زائد الواحد على القيمة الثانية وواحد على القيمة الثالثة، وبكون الان بدل ما هو تحت بكون ايش فوق. طب هسه الهارمونيك مين وين احنا نستخدمه او ليش احنا نستخدمه؟ مثلا نقدر نستخدمه لما نقيس الهالف لايف اللي هو متوسط عمر الدراج عندك. اوكي في عندك مثلا دراج 3 دراج متوسط اعمارهم 2 4 و8 اورز. اوكي انا بدل ما استخدم الارثمتك مين يعني كان 2 4 بعدين صار 8، تشوف في عندك يعني مش المين هنا يعني القيم مش سيمتريكال، الفرق بيناتهم مش متساوي. 2 4 المفروض يكون 6 مثلا 8، فاحنا نستخدم هارمونيك مين حتى تعطي عندك المين الاكثر دقه. اوكي مور بريسايز. استخدمنا هنا المين اللي بدنا نستخدمه هان اللي هو الاصح اكثر، نستخدم الهارمونيك مين اللي هو قلنا هارمونيك مين مساوي الان، لأن هو عدد القيم أو عدد الأبزورفيشن هم 2 و 4 8 عددهم 3 على 1 على مجموع 1 على الفاليو زائد 1 على زيك مجموعهم، بس إنه مجموع مقلوبهم. كيف مجموع مقلوبهم؟ يعني 2 4 8 شو مجموع مقلوبهم؟ 1 على 2 زائد 1 على 4 زائد 1 على 8، طلع عندك الهارمونيك مين 3.4، بينما لو أنا بدي أحسب الأرثمتك مين بطلع عندك 4.6. مين شوي مرتفع ما راح اعطيك الهالف لايف. اوكي ما راح اعطيك الافرج للهالف لايف، بكون فيه غلط، بس الهارمونيك مين مستحيل يكون فيه هنا غلط. هسا راح ندخل على سنترال تندنسي الثاني اللي هو الميديان. شو هو الميديان؟ الميديان هي القيمه اللي بتقسم، اوكي اللي بتقسم الفاليو لتو ايكوال بارت، يعني هي القيمة اللي بتيجي بالنص بالضبط، بكون الفاليو اللي بتساوي الميديان هاي أو أكبر منها، يعني number of value عدد الفاليو مش الفاليو هي نفسها، عدد الفاليو is equal to median or greater than median equal لإيش؟ لل number of value is smallest than median أو equal للميديان. يعني هو الرانك، اوكي الترتيب اللي بيجي بالنص بالضبط. يعني مثلا عندك 15 قيمه، اوكي 15 قيمه هاي بدي ارتبها اول إشي بالميديان. في إشي مهم بدك ترتب الفاليو عندك من الصغير للايش للكبير وتعطيها ترتيب، يعني الصغير تعطيها ترتيب واحد، اصغر إشي تعطيها ترتيب واحد، والثاني تعطيها ترتيب الثاني، والثالث الثالث هيك وهكذا. مثلا كان عندك 15 فاليو اخر شيء بعد ما رتبتهم، تمام 15 فاليو، وين النقطه الميديان اللي هي النقطه اللي بتقسم هاي الفاليو اوكي
two equal parts. 15 شو هو الرانك اللي بقسمهم ل two parts متساويين؟ هو بيجي بالنص. 15 بضيف عليها واحد اللي هي بتصير 16 على 2 اللي هو ترتيبه الثامن. كيف يعني ترتيبه الثامن؟ يعني انت لما تشوف الفاليو ترتيبه ثامن بعدين راح يكون في عندك سبع قيم، هم احنا قلنا 15 فاليو صح، بعد الثامن سبع قيم وقبل الثامن سبع ايش قيم، فهو اللي يمثل منطقة النص او اللي هو الديفايد. اذا الفاليو عندك 2 ل 2 ايكوال بارت اوكي هو بيمثل نقطة المنتصف. شو قانونه؟ انك بتشوف قديش النمبر اوف اوبزرفيشن هو ان زائد واحد على ايش؟ على اثنين. تمام، بطلع عندك قديش هو او شو هو الرانك تبع الفاليو اللي هو بكون ميديان. هسا ميديان بإيش هو يعني بنقدر نستخدمه أو بإيش هو مفيد؟ مثلاً شو هو المجال مثلاً المفيد فيه؟ بحكي لك أنا مثلاً الدراج، أوكي تشايلد بروف الدراج، أحنا في تشايلد بروف الدراج أخذناه بالفيزيكال ون، هو الدراج بكون الغطاء تبعته، تمام الغطاء تبعته بكون يعني بكون فيها بوينت معين أو نقطة معينة، النقطة معينة هاي لازم تيجي على الغطاء بكون فيه سهم، لما السهم يجي على النقطة هاي بتفتح فقط، إذا ما جاء السهم على النقطة هاي ما بفتح معك الغطاء أبدا، فهي بتقدر تعملها تشايلد بروف، يعني هي حماية ضد الأطفال، بحيث إنه الأطفال مثلا ما يكبوها مثلا أو ما مثلا يأخذ إزازة أو مثلا يشرب منها، هكذا. هسا حسبوا على 15 مريض، تمام بده يشوفوا 15 مريض ويعطوهم الجزايز هاي التشايلد بروف كونتينر، يعطيهم الجزايز هاي ويشوفوا قديش هم بحتاجوا وقت لحتى يفتحوا هاي الجزازة، تمام اعطوه ل 15 مريض. هسا ال 15 مريض هذول مرتبين هان، بس يعني مش مبين قديش هو الثواني اللي أخذوها بالضبط، بس يعني مرتبين مثلا أول واحد أخذ 3 ثواني أوكي، واحد مثلا أخذ 3 أخذوا مثلا 4 ثواني، واحد أخذ 4.5 ثانية مثلا، 5 أخذوا مثلا 5 ثواني، تمام بس في واحد ما أخذ 25 ثانية. مثلا أنا بدي أخذ السنتر تندنسي مثلا المين بهاي الحالة، مثلا لو أخذت المين هل هي تعطيك الترو فاليو أو الإشي اللي يعني اللي بناسبني بهاي الحالة؟ لا. ليش؟ لأنه في عندك هنا واحد مش عارف يعني كيف بدي يفتحه، فأخذ 25 ثانية، وهذا 25 ثانية تعتبر يعني رقم كبير حتى تفتح أو مدة طويلة لحتى تفتح الكونتينر هذا. فأنت لما تسوي دراسة هل إنه تسوي تحط شايلد بروف ولا لا، وتشوف إنه خمسة ويطلع عندك المين كبير، فأنت إيش وإن بدك تعتمد المين، فأنت بهذه الحالة راح ترفض دراستك وراح تكون دراستك مرفوضة على هاي الأساس. ليش؟ لأنه في ناس راح تطول لحتى تفتح الكونتينر، ممكن مثلا واحد ما يفتحها ما يقدر يفتحها بالمرة، ممكن يحتاج شهر أو أسبوع هو يعني مش قادر يفتحها. بهذه الحالة حكوا إنه لا ندرس الميديان، أوكي بناخذ الميديان للقيم هاي مرتبها أول إشي، بنسوي لها رانك من أقل واحد أخذ وقت لأعلى واحد أخذ وقت، بنسوي لها رانك، هم 15 مريض زائد واحد 16، فالميديان راح يكون إيش؟ هم 16 على 2 اللي هو الترتيب الثامن، فالترتيب الثامن هنا ماخذ تقريبا 4 بوينت إشي. هم صراحة مش شرحين هنا يعني، كان على السلايد اللي بالفصل اللي فات كان مشروح هذا المثال خصوصا يعني أكثر تفاصيل. خليني نشوف بالله أظن أنا حافظه يعني. لا المهم يعني أنت بس بدك تعرف الفكرة تبعت الميديان
إن بنقدر نستخدم الميديا لما يكون الاكستريم فاليو موجود. شو الاكستريم فاليو موجود؟ هنا هو 25. لما احنا قلنا يوجد اكستريم فاليو ما بنقدر نستخدم المين، انه بكون يعني شغلنا غلط بهي الحالة. فاحنا جبنا الميديان انه هو مقاوم للاكستريم فاليو. ليش؟ انه هو بالاخير ما بهمه قديش اللي هي الفاليو، هل قديش هي لارج، بهمه الترتيب، الترتيب تبعه هو وين بيجي. يعني انا 15 ترتيبه راح يكون الثامن. مهما تغيرت القيم، لو واحد مثلا اخذ بدل 25 ثانية اخذ اسبوع كامل، يعني شايف في النقطة الأخيرة اللي فوق عند 25، لو كانت ماخذ مش 25 سكند، ماخذ اسبوع كامل، تخيل بالأخير ميديا ما راح تغير لأنه ترتيبه خلص، ترتيبه سادس أو ترتيبه قصدي الثامن. فأحسن إشي ناخذ بهذه الدراسة، ناخذ إيش، نحسب الميديا، مش إيش، مش المين. أنا بشرح لك هيك إنه لو مثلا واحد أخذ 65.6 ثانية، فإحنا بهذه الحالة ما بنقدر نستخدم المين. فأسهل طريقة وأحسن طريقة لها بهذه الحالة نأخذ الميديان. هاي حاكي لك الميديان هان هو مقاوم، يعني مش أفكت للمينوريتي في أوتلاير. شو الأوتلاير؟ هي القيم القصوى أو القيم الغريبة اللي بتكون ما إلا دخل بالفاليو اللي عندك. هاي القيم ممكن نحصل عليها مثلا لما نسوي بيولوجيكال أو ميديكال ريسيرش، ممكن هاي القيم تطلع معنا، وارد جدا تطلع معنا نتيجة غلط معين. أنا لو هسه بدي أحسبها أخذها بعين الاعتبار وأحسب للمين، بالتالي شغلي غلط، لأنه أصلا طلعت هاي العينة غلط أصلا. فأنا بستخدم لا الميديان أحسن. مثلا بالبلود جلوكوز ليفل، أوكي، معطيك القيم 80 81 82 83 84 84 86 86 و180. حتى هي مرتبها رانك من اللوست تو هايست، مرتبها جاهزة تمام. لاحظ ان 180 هي اكستريم فاليو بالنسبة للقيم اللي قبلها، بالتالي انا ما بقدر استخدم المين هنا، لانه المين معطيك 93 تمام. المين معطيك 93 هو نتيجة غلط. ليش؟ لانه في عندك اكستريم فاليو، بالتالي المين هنا مش قيمة صحيحة، وهو مش المين الفعلي اللي أنا بدي إياه. أنا بدي استخدم الميديان إن هو مقاوم للروبست الفاليو اللي هي 180. هاد لما أشوف أنا قديش قيمة عندي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قيم عندي، فأنا بدي أجمع لهم 1 10 تمام، وأقسم مع 2 5، فهو ترتيبه خامس. ترتيبه خامس هو 84. إذا الميديان هنا إيش؟ هو 84 تمام. فأحنا دعت الحاجة إنه نستخدم الميديان، لأنه الميديان روبست الاكستريم فاليو، روبست الاكستريم ايش فاليو. الميديان كمان هو لو نرجع لانه يونيكنس، يونيكنس لانه في ميديان واحد فقط، سيمبلي سيمبلي لانه بس انك ترتب الفاليو من الصغير للكبير وتشوف عدد القيم تجمعها على واحد وتقسمها على اثنين، تطلع عندك الرانك تبع الرقم الميديان، هو بنصف عندك الفاليو تو ايكوال بارت. هسا مشكلة في بالميديان، احنا مثلا اخذنا كل شيء النمبر اوف اوبزرفيشن كان كله ايش اود، لما جمعناه لواحد صار ايش، صار ايفن. لما تجمع الايفن زوجي لما تقسمه على اثنين بطلع عندك رقم زوجي، رقم يعني صحيح تمام. بالتالي بقدر احدده من القيم او من عن طريق الرانك القيم اللي عندك بسهولة، يعني بتكون القيمة موجودة عندك. يعني مثلا 10 15 12 25 20 5 جمعها 1 6 على 2 3، فيكون ترتيب الرانك اللي هو ايش الثالث تمام. طبعا بدك اول شيء ترتب القيم هاي من صغير لكبير، غلط انك على طول شو اسمه تحلها هيك، يعني مش مرتبة 10 15 12، بدك ترتب اول شيء 10 بعدين 12 بعدين 15 بعدين 20 بعدين 25. الرانك الثالث هنا هو ايش؟ هو ال 15. على طول طلعنا الميديان. طب لو كان النمبر اوف اوبزرفيشن عندك ايفن نمبر تمام، ايفن نمبر يعني زوجي، جمعنا له واحد بصير اود، لما اقسم الاود على اثنين بيطلع عندك عدد غير صحيح بالانصاص. بالانصاص انا اكيد ما راح يكون الرانك يعني له نص، الرانك دائما بكون اعداد صحيحه، انا بعطي الرانك 1 2 3 4 اعداد صحيحه، بالتالي ما راح يعطيك القيمه من القيم هاي، يعني 10 15 20 25 30 وبالاخير عندك مثلا 5. رانك اوف داتا، بدك تسوي رانك، أول شيء 5 بعدين 10 15 20 25 30 تمام. بدك تجمع لها النمبر اوف الاوبزرفيشن هاي كم هي؟ 6. تجمع لها 1 7 على 2 شو راح يكون؟
راح يكون اللي هو النمبر 3.5، تمام؟ راح يكون الرانك 3.5، هاي الأول 1-5، الرانك الثاني 10، والرانك الثالث 15، فالثلاثة ونص بيجي بين الخمستاش والعشرين، بين الرانك الثالث والرانك الرابع. في هاي الحالة كيف بدك تحدد الميديان؟ بحكي لك بدك تأخذ الأفرج للتو فاليو اللي عندك، التو فاليو اللي بيجي بيناتهم الميديان. الميديان جاي إيش؟ ترتيبه 3.5 بين الرانك 20 و15، بدك تأخذ الأفرج للعشرين وخمستاش، 20 زائد 15 على 2 بطلع عندك 17.5. فالميديان هان 17.5، يعني مش شرط الميديان يكون موجود فعليا بالقيم او الفاليو الموجودة عندك. في المقارنة بين مين وميديان، المين يونيكنس، يونيكنس الميد، الميديان كمان يونيكنس، يعني انه بس في مين واحد في ميديان واحد فقط. سيمبلسيتي يس كمان اثنين سهل كثير انك تطلعهم، بس الروبستنس الاكستريم فاليو مين، لا مش روبستنس الميديان، لا روبست. وهذا اللي هو اللي خلانا نستخدم المين بدل الميديان بدل المين، انه روبست الاكستريم ايش للاكستريم فاليو. وهذا المثال هي معطيك للاكستريم فاليو مثلا 2 4 6 8 10، مرتبها من الصغير الى الكبير، تمام؟ الميديان راح يكون عندك الترتيبه، يعني هو كم نمبر في اوبزرفيشن هان، 5 زائد 1، 6 على 2 3، اللي هو النمبر الثالث، 1 2 3 هو السادس أو رقم 6 هو الميديان. شوف تحت 2 4 6 8 1000 بدل 10000، لو بدي أحسب المين هان الألف راح إيش تطلع لي مين غلط، لأنه هي إيش إكستريم فاليو، بس الميديان لا ظلت عما هي شايفة، ظلت 6، لأن هي روبست، هي بتهمها الرانك ما بتهمها شو هو القيم اللي عندك. في عندك السنترال تندنسي الثالث هو المود. المود هو التكرارات، هي الماست فريكونت للتكرار، الفاليو اللي بيكون ماست فريكونت لأكثر تكرار، هذا بنسميه ايش مود. اوكي المود متى بنلجأ له؟ بعد اذا ولا ما زبط عندك المين وما زبط عندك الميديان، بنلجأ الاخير للمود. متى نرجع للمود؟ لما يكون الداتا عندك مبينة ان الداتا فيها فاليو، اوكي الفاليو هاي بكون فيها يعني مثلا تو فاليو واضحين ويكونوا مكررين كثير، مثلا تو فاليو مثلا 10، من 10 مكررة مثلا 15 مرة، و20 مكررة كمان مثلا 13 مرة. فهاي هاي الدراسة نستخدمها المود مش المين ولا الميديان. ليش؟ لأنه في عندك فريكوينتلي، في عندك تكرار يعني واضح ومميز، تمام؟ البروبابيلتي للمود نوت يونيك، اوكي مش فريدة من نوعها، ممكن يكون اكثر من مود لداتا معين، ممكن يعني فاليو مكرر مثلا 14 مرة، ممكن يكون فاليو كمان ثاني مكرر مثلا كمان 14 مرة او 13 مرة، فهي نوت يونيك، ممكن يكون أكثر من مود لداتا معين. سيمبل سيمبل على طول بتشوف شو هو الفاليو الماست فريكوينت له خلاص. بحكي لك روبست، هل هي روبست؟ لا نوت روبست، أوكي هي الليست ستيبل ذان ميديان أو المين، يعني عندك قيم مثلا، أوكي ممكن القيم يكون ماشي هيك يعني كل إشي صحيح، يعني قيم 2 4 6 8، أوكي ماشي عادية، وفجأة مثلا يكون عندك تكرار بالرقم 10 مثلا 10 مرات، وبعدين تمشي مثلا 12 14 16 18، تمام؟ وبعدين مثلا يجي عندك بعد 18 يجي عندك مثلا 400 مكررة 10 مرات كمان مثلا، يعني ال 400 مكررة أكثر إشي، فهي المود، تمام؟ فأنت لما تشوف المود أعطاك هنا 400، طب وين ال 400 وين القيم اللي قبلها؟ كثير بعد عن بعض، فهي نوت روبست، ممكن يعني يكون المود أي رقم ما بنحزر عليه. هسا متى نستخدم مثلا المود؟ في عندك مثلا مثال أنتي إنفلومنتري دراج، أعطوها لبيشنت المرضى، بده يشوفوا مدى الفعالية الدراج هذا الأنتي إنفلومنتري، إن هل هي بعطيك بوزيتيف، فعالية بوزيتيف ولا الفعالية نيجاتيف. بوزيتيف يعني انه في امبروفمنت، ونيجاتيف لا انه ما في امبروفمنت، يعني بالعكس يعني قاعد الوضع بيزداد اسوأ او بيزداد سوء.
هسا معطيك السكور تشينج هذا القيم 61 قيمة تمام، حسبوا المين إلها طلع 0.77. بقول لك هل أنا أستخدم المين بهذه الحالة؟ هل استخدام المين هي هو البست تشويس؟ كمان شوي راح نعرف. هسا مبدئيا انت لما تشوف الفاليو عندك وتشوف ان الفاليو مثلا سالب 12 في عندك سالب 12 سالب 12، يعني كثير مثلا في الفاليو مكررة اكثر من مرة، اوكي مثلا سالب 12 ممكن مكررة مثلا 8 مرات، بعدين مثلا 12 مكررة مثلا كمان 8 مرات، فبتشوف انه في عندك اعداد لها فريكوينتلي ايش كثير. بالتالي انا بستخدم احسن اشي بهاي الحالة حتى اعرف مدى فعالية الدراج استخدم المود. كيف يعني المود؟ بشوف العدد الاكثر أكثر تكرار تمام، هل هو في منطقة البوزيتيف ولا منطقة النيجاتيف. إذا هو عدد والله بوزيتيف معناته في عندك كثير بيشنت قاعد بتحسن باتجاه البوزيتيف، وإذا نيجاتيف معناته تكرار عدد تكرار المرضى اللي أعطت نيجاتيف، أوكي إنه مود يعني راح يكون الأكثر تكرار اللي هو مثلا معطيك نيجاتيف. فأنا لما تشوف أكثر تكرار معطيك النيجاتيف معناته في بيشنت كثير قاعد بصير للأسوأ، بالتالي الدراج بكون مش فعال. بهذه الحالة على القيم هاي راسم لك الهيستوغرام هذا، أوكي معطيك منطقة السالب هي الورس اتجاه الأسوأ، وبيتر هو الأفضل لمنطقة الموجة. فأنا لما أشوف المين 0.77 تمام، بس شوف عندك على المين قديش في عندك فريكونسي له، قديش في أعداد تقريبا تقترب للمين هو 0.77، كثير أعداد قليل جدا تقترب ل 0.77 تمام. فأنا لما أدي مثلا أنا بدي الأعداد الأكبر، يعني بدي أشوف البيشنت بهمني آخر إشي قديش number of patient اوكي بيتجه انه يكون improvement، واللي بيتجه انه يكون لا worse اكثر. فانا لما اشوف اعداد قليله جدا تتجه لل 0.77 هو المين، لا معناته هاي الحاله المين ما بعطيك الشيء اللي انا بدي اياه. اوكي الميديان كمان نفس الشيء كثير قليل، اوكي بهاي الحالة شوف المود وين طالع لفوق. في عندك تو مود، واحد عند سالب 10 وواحد عند تقريبا عند 10 وما حولها، وسالب 10 وما حولها. بس شوف انت عندك المود التكرار عند سالب 10 وما حولها أكثر من 10 وما حولها، بالتالي أنا شايف المود التكرارات عند منطقة السالب أكثر من الموجة. بالتالي بهذه الحالة بحكي لك البيشنت باتجاهي يعني their life are actually made considerably worse باتجاه الأسوأ، بتالي الفعالية هاي مش فعالة أو الدراج مش فعال. أنا بشرح لك اللي حكينا إنه ليش ما اتخذنا المين وليش ما أخذنا الميديان، وحكي لك إنه في عندك two distinct cluster بالدات اللي عندك هاي، cluster بالعشرة وما حولها وcluster عند السالب 10 وما حولها، two cluster. بنسمي بهاي الحالة الداتا او المود اللي عندك انا بنسميه باي مودل. ليش باي مودل؟ لانه في عندك تو كلاشر، باي يعني تو كلاشر ان ذا داتا، هاي بنسميها باي مودل. هاي راح اسا نشرحها. هاي يوني مودل، بولي مودل، وباي مودل، تراي مودل. يوني مودل مثلا بالرسمه الاولى هاي يوني مودل مبينه دائما المود هو بيكون اعلى فريكوانسي. كيف يعني اعلى فريكوانسي؟ انا لما بدي احسب مثلا الفريكوانسي ديستريبيوشن قلنا اللي هو لتحت بيكون مثلا الامبروفمنت او الورس، واللي فوق على المستوى الصاعد بيكون دائما هو الفريكوانسي. فريكوانسي هو بيمثل البيك تمام، اعلى او المود هو بيمثل الماست فريكوانسي. الماست فريكوانسي هو البيك، فعندك بيك هنا بيك واحدة فهو اليوني مودل. باي مودل في عندك تو بيك، فايش تو مود بالتالي باي مودل. في عندك اكثر من بيك هنا 5 بيك بنسميها مالتي مودل. تراي مودل بكون 3 ايش 3 مود 3 بيك، وكل بيك قلنا بيمثل هو المود تمام. كيف انا بنرجع لل حكينا عنه هو البوزيتيف سكيو والنيجاتيف سكيو، كيف بدك تمثل او تشوف مين مثلا الميد والميديان مود بدك تحدده عليهم. هسه مثلا بهان في عندك نيجاتيف سكيو وبوزيتيف سكيو سيمتريكال ديستريبيوشن. نيجاتيف سكيو شايف النيجاتيف كان الاعداد اوكي تتجه اتجاه انه تكون اصغر، مثلا اعداد مثلا كان عندك 1 2 3 4 5 بعدين مثلا رجعت 1 تمام، اعداد كثير صغيره. انا لما احسب المين لها
بسبب انه رجعت للواحد هاي المين راح يطلع صغير، بينما الميديان هو احنا بهمنا الترتيب، فالميديان شيء طبيعي راح يكون لما ترتب يعني من اصغر للكبير وتشوف الترتيب تبعه تمام، طبيعي انه يكون الميديان اعلى من المين. والمود دائما ابدا بمثل البيك، فانت لما تشوف على النيجاتيف على البوزيتيف مثلا على النيجاتيف سكيو البيك اكيد ايش المين راح والميديان راح يجي قبل البيك، بالتالي دائما البيك بكون ايش بكون هو المود. فبهذه الحاله ودائما يعني بكون المود يا هو ترتيبه يعني بكون اعلى إشي او اوطى إشي. بحاله النيجاتيف سكيو بكون المود هو اعلى إشي، ليش؟ لان حكينا المين بكون قليل والميديان بكون بعديه والمود بكون اكبر إشي. البوزيتيف سكيو لا، بكون المين اعلى إشي بعدين الميديان بعدين المود. ليش؟ بحاله البوزيتيف مثلا عندي اعداد 1 2 4 اوكي مثلا، وبعدين صار عندك فجأة مثلا نطلع 20 40 بعدين مثلا 100، بهذه الحالة المين نط لوين؟ لفوق كثير تمام. الميديان احنا بهمنا الترتيب وهو روبست، بالتأكيد بده يكون اقل من ايش اقل من المين، يعني المين اعلى اشي الميديان قبله، والمود دائما قلنا هو البيك. في حالة البوزيتيف بكون البيك قبل المين والميديان، بالتالي المود هو اصغر اشي في حالة البوزيتيف. شو يعني سيمتريكال ديستريبيوشن؟ هو احسن اشي دائما احنا بنقدر يعني بنحاول انه نروح للسيمتريكال ديستريبيوشن، ديستريبيوشن يكون متماثل، بكون فيه المين يساوي الميديان ويساوي المود، يعني بكون المين والميديان على البيك بالضبط. واحنا قلنا دائما الميك المود هو البيك، بالتالي المين والميديان بكون على البيك بالضبط. كيف؟ وبساوون بعضهم. يعني متى المين بيساوي الميديان؟ لما يكون الارقام اللي عندك هي زي ما تحكي الفرق بينهم متساوي، وارقام ياهما طالع مثلا متزايدة أو ممكن متناقصة. مثلا أرقام مثلا بلشت من 2 4 6 8 10 12 14 16، شوف أنا فرق بين كل رقم رقم ثابت 2 4 يعني فرق 2 تمام. فأنا ما أحسب المين مثلا مثلا 2 4 6 8 10 بطلع مثلا مجموعهم 30، اقسمهم على عددهم هو 5، 30 على 5 بطلع عندك المين مثلا يساوي 6. والميديان بهاي الحالة هو عددهم number of observations زائد 1 على 2. قديش عددهم؟ احنا قلنا 5 observation n وزائد 1 هو بكون 6 على 2 3، فهو ترتيبه الثالث. فأنا بلشت من 2 4 6 فهو كمان 6، فالميديان يساوي المين ويساوي ايش ويساوي المود. فهاي يعني احنا كنا السيمتريكال ديستريبيوشن هو احنا دائما بنحبه، يعني اكثر من بوزيتيف اكثر من ايش اكثر من النيجاتيف. بس هاي حكي لك انه السيمتريكال ديستريبيوشن وايه سيمتريكال ديستريبيوشن. ايه سيمتريكال ديستريبيوشن؟ ممكن يكون نيجاتيف سكيو، ممكن يكون بوزيتيف سكيو. بهذه الحاله اللي على اليمين هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ شوف انت المين اعلى من الميديان اعلى من المود، بالتالي متى بكون المين اعلى من الميديان اعلى من المود؟ في حاله البوزيتيف. هي بحاله البوزيتيف. هيك بنكون خلصنا اول جزء من الديسكريبتيف ستاتستيك هو السنترال تندنسي. بال الفيديو الجاي ان شاء الله بأبلش بشرح اللي هو الفيلد الثاني أو المجال الثاني اللي هو مقاييس الديسبيرشن اللي هو التناثر أوكي، أو قديش القيم بعيدة عن بعضها. الله يعطيك العافية.